الآن إلى فخامة رئيس الجمهورية السيد اليمي زروال. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، السيد رئيس الجمهورية، السيد رئيس مجلس الأمة، السيد رئيس المجلس الشعبي الوطني، السيد رئيس المجلس الدستوري، السيد رئيس الحكومة، السيدات والسادة قادة الأحزاب السياسية، ضيوفنا الكرام، أيتها السيدات، أيها السادة، في هذا اليوم المشهود الذي سيسجله تاريخ بلادنا المعاصر كيوم بارز في تجربتنا الديمقراطية الفتية، أريد قبل كل شيء أن أغتنم هذه الفرصة السعيدة لأعرب عن أسمى مشاعر العرفان والتقدير لكافة الشعب الجزائري الذي اقتحم تحدي انتخابات 15 أبريل بقناعة ورفعه بكثير من الشجاعة والتبصر. وفي هذا الظرف أحرص أيضا على التعبير عن ذلك الشعور القوي الذي يطبعه التقدير والاعتزاز بالنسبة لكافة مؤسسات الجمهورية أمام العمل القيم الذي قامت به في مدة قصيرة من الزمن برغم حداثة عهدها نسبيا، وإني لا في هذه اللحظة الخاصة أريد أن أعرب لها عن امتناني العميق وعرفاني الصادق. أريد أيضا أن أؤكد بصفة أخص على تلك الجهود المكثفة التي بذلت والتضحيات الجسام التي قدمت بإرادة صارمة وبعزم لا ينيل من طرف أفراد جيشنا الوطني الشعبي وعناصر قوتنا الأمنية. جهود وتضحيات مكنت بلادنا من مواجهة المخاطر التي كانت تتربص بها واستعادة الأمن للأشخاص والممتلكات في كل التراب الوطني، وسمحت لها كذلك بالتزود بمؤسسات شرعية في كل المستويات وباستئناف سبيل النمو والرقي الاجتماعي وبعث الأمل من جديد في مستقبلها. فليجد هؤلاء جميعا هنا أصدق عبارات التحية والتقدير. وفي الأخير لا يفوتني أن أخص بالذكر تلك المساهمة القيمة التي قدمها المجتمع المدني بما يحمله من تعددية، والذي شكل عمله في فترة كانت مضطربة بالنسبة لبلادنا عامل تحفيز للروح الوطنية في وقت كان يراهن فيه آخرون على انهيار بلادنا ك
كدولة وأمة. وعليه يسعدني أن أعبر لكل مكوناته عن أصدق التحيات. وفي هذه اللحظة البارزة في تاريخ بلادنا، فإني فكري يتجه بصفة خاصة إلى شهداء الواجب الوطني، كل أولئك الذين ضحوا بأغلى ما يملكون في سبيل أن تظل الجزائر واقفة شامخة. ومن أجل تمكينها من النهوض ومواصلة مسيرتها الرصينة نحو التنمية والتقدم، فأمام أرواحهم جميعا أنحني بكل خشوع وإكبار. أدعو الله أن يمدكم بعونه وأن يسدد خطاكم إلى ما فيه خير الجزائر العزيزة وازدهار شعبنا الأبي، الذي لا يسعني في ختام كلمتي هذه إلا أن أتوجه إليه من جديد ومرة أخرى بكل التقدير والعرفان لما أحاطني به من مساندة وتشجيع خلال هذه السنوات الأخيرة التي توليت فيها مقاليد السلطة كرئيس للدولة ثم كرئيس للجمهورية، وهي مرحلة كانت من أصعب المراحل التي عرفتها بلادنا منذ الاستقلال. تحيا الجزائر، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يرافقه إلى مخرج القاعة